السلام عليكم. سوف نتحدث اليوم عن موضوع تنفيذ باب سحاب على جدارين. طبعا الطريقة الصحيحة انه يتم تأسيس لها من الميدة، عمل الميدة ثلاثيا، وبناء جدار 10 سنتي وبعدين فراغ 10 سنتي وبعدين جدار 10 سنتي، يصبح المجموع كم؟ 30 سنتي، مع عمل فتحة للصيانة بعرض 50x50 او 60x60 في اعلى الجدار في الثلث الاول من الجدار. طبعا مثلا انا لو فاتني عمل الجدار هذا، الجدارين، سويت جدار واحد مثلا عند الميدة 20 او اي شيء، كيف انا اسوي؟ بامكان اني اركب الباب السحاب على هذا الجدار، ما في مشكلة. شاهدوا الطريقة، هذا جدار واحد، هذا جدار واحد 20 سنتي، وتم عمل السحاب. طبعا يعمل من الجهة اليسرى او من الجهة اليمنى، ما في اي مشكلة، مع اخفاء مثلا الباب مشان ما يكون بارز بشكل ملفت. تم عمل هذا الديكور، ديكور خشبي مع الكسان في الاعلى وفي الجهة المقابلة للباب، بذلك تغلبنا على ايضا يتم اخفاء السحاب. السحاب هنا كما تلاحظون، هذا سحاب تم اخفاؤه بهذا الديكور.